أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا سائل يقول: هناك بعض المحطات تجعل مقابل الشراء عبارة عن تغسيل سيارة مجانا أو نحو ذلك، إذا الشخص اشترى منهم عدة مرات من المحل، فما حكم هذا العمل؟ يقول لك علشان ما تعبي إلا من عندهم تخلي المحطات الثانية، هذا لا يجوز، وهذا فيه إضرار بأصحاب المحلات وأصحاب المحطات، ألا يجوز هذا العمل؟ عب سيارة كومش بس واتركه. نعم.